دلوقتي جي معدنا مع السوشيال لاب واللي بنحلل فيه أكاونتس النجوم وتفاعلهم مع كل أبليكيشنز السوشيال ميديا. الأول نروح للإنستجرام. بيتابع هنيدي على الإنستجرام 8,400,000 متابع، أما هو فبيتابع 184 أكاونت، منهم آسر ياسين وأشرف عبد الباقي، تامر حسني وغيرهم من الوسط الفني، ده غير اليوتيوبرز والبلوجرز. هنيدي لحد دلوقتي ناشر 441 صورة وفيديو. أكاونت هنيدي على الإنستجرام عبارة عن بوسترات لأعماله وصور له مع أصدقائه من نجوم الوسط الفني، ولقينا أنه ناشر أكتر من 50 صورة كوميكس على أحداث مختلفة. بس اللي لفت نظرنا أنه بيحب الكرة جدا، خصوصا لو الموضوع متعلق بالزمالك أو محمد صلاح، فلقينا أنه ناشر أكتر من 20 بوست له علاقة بالمنتخب. والمعروف عن هنيدي هزاره مع أصدقائه في الوسط الفني سواء ببوست أو فيديو. ومن الانستجرام للفيسبوك بيتابع هنيدي 26 مليون متابعة، وطبعا آخر بوستاته عن فيلمه الجديد مرعي البريمو. وبكده نكون خلصنا السوشيال لاب.